انا راديو انت مزيخت ماني ما توغكني وربدا نطحب زي وما كوش مثوم من الشعاد وسدين وم مش تجيد او نزوانا مان نغمة غاربة العالم. البرنامج مش تجيد او نزوانا مان ربدا نتدي جنر قنداثة كي مغربيين نغي زوانا مان وديك ماني التيرين وماني التدان وماني التسعدون ثو دا عثنسن قوتصن الدول. البرنامج مش تجيد او نزوانا مان كور مار كور ثورة يتمتو زي وم غا دولة من الدول ني غاشن رقنس زير قنوس انتي موران بارا. اذا تورايا انا موتي غا كندا أن متغى كندا. كندا ذي جن الدولة ثيريثي قجة الطاس وذي سيجن العدد نوذان زي العالم مرة وبالخصوص مغاربة العالم. مغاربة العالم يغان غديني غاخسن السيور نهارا ونشين سنوجو الأستاذ النغي انتقاد سوطاس خل مشاركة النس خثويزة النس أكذ البرنامج الأستاذ النغ عبد الحفيظ الدودي يجن ميس مزغنغان ثم جهت. إذا طحب الزيس أقبرة وأنت أستاذ باحث في مجال البيداغوجيا كاتب متخصص في مجال الهجرة والتعليم في كندا. نهارا غنسيورخ واتصي مشاني تهمني مغربي الناغ بعدا هذا نغيك شي جنرو صيفت الزيس يسقرب ومثنا الدكتور الأستاذ الدودي عبد الحفيظ هذا نغي يسقرب طبعا نغاس مشاركاتي تارية الطاس يتقدم الطاس للبرامج زريخت على الفيسبوك ونشين تقدث سوى الطاس. إذا نهارا غادي نغي يقدم مجموعة من المعلومات يتهمن مغربي الناغي جاندي كندا رحال تنسن توداع تنسن لندما جنسن الهجرة غا كندا ممش تقى القوانين يتحكم ذي الهجرة ذي ثمرحيت غا كندا. إذا دكتور الأستاذ عبد الحفيظ الدودي مرحبا بك ميس مزغنغان ناغ وقاشك عبر الأثير زي استوديو زيار رباط نيشان انطاح غا كندا. مرحبا بك. مرحبا بك رجم أستاذ أميناش تشكري شمارطاس ونتشكر الإذاعة عند مزيخت ونتشكر الإذاعة الوطنية ونتشكر ماري وداني لنغي تسران و سكوت السلام ومارسنا غرب السلام لمزيغنا داخل الوطن وخارج الوطن في اي مكان وفي اي زمان كان. مرحبا الاستاذ النغ السيد داودي. السيد داودي عبد الحفيظ نخدار نهار كندا يمكن تقرب ديم تحس النغ زي كندا زي ماني توسا مش حنرقوش اكيد ساعات وساعات دي الطياره باش بنهم ديال وضغ كندا. نعم اول شيء بلا ما يتغير غا كندا تمنى انه غادي تعجب من الوقت يتك ان بلا تقريبا شي 7 ساعاتين يتك في الطياره. نعم ومش تسنى بان الكره الارضيه نتاف هي دو يعني تقوراش. نعم الطياره يعني الدوره باش تتاس دانيتيت ومي الدار دانيتيت يتافي بشكل اخر يختلف خيوذان يزران أوروبا. أول ملاحظة يلاحظه هو مضع وفيغ أن الطنوبيل بلاك الطنوبيل واحد جيشة غزف نعس ما نتقى وما الطنوبيل واحد بو بلاك مش لنك تمان سنة وين ما تروك لنس أقتقاس على الساوه وستسألة عن جاو فيغ الإجابة أن الدولة بنا خلحق الدولة بنا خلعب أنه واعتبر معنا أن بالنسبة لكنديين واعتبر معنا تيري بلاكا غازاف لأن ما يمي نوع من الميزر عنصري ما راه حاجة بنادم تسبدل بوليسي ما راه يسبد الطنوبيل ما راه يلقى فلطة. أها ما راه يلقى فلطة غادي يسبد دونك ما تركوا لها مين ما راه يقري بديك السياس ما تركوا لها باش تما تسيك يعني في غصان غاسيك التبعات القانونية. نعم أما لأن ديما تركوا لها مش تسلم بود عن السن المدينة بود عن السن ما يزيوس الجهة. إذا مادام الدولة واحد بلي بوخ الميز العنصري واس بالنسبة لكنادي واس بول معنا ديري متركو لها بزاف باش واي توقع بوجه نوع من الميز العنصري ضد وذان إنتان. المانا هي أول ملاحظة هي لحظة مش مصدر دي عجيبة في الطيارة يعني ملاحظة قفشة النساء الأستاذ النغ. الأستاذ النغ شحاشك تعيش دي كندا المسار نش العمل نش دي كندا الاندماج ني مغربي النغ دي كندا الوضعية نسن دي كندا مش دي حقيقة مش مزغنغان ومن بعد روح غرا شوية تري وجدا ومن بعد روح غا فرنسا دي فرنسا كيف تقريبا 10 سنين وسير دانيتيت غا كندا وسير دي 2004 يخلني 2004 وسير مع الأسف نمسرقايك بعض الاصدقاء وشينا نرجع الصوره سيئه. اها.
دور غا فرنسا ومن بعد عاود دور غدي 2007 بشكل نهائي الى حد هذه الساعه. بمعنى اخر يعني اذا نغوش الصوره يعني شويه وهان واستطع البوء اندمج دي المجتمع. باش تندمج دي المجتمع اول شيء من المغايب وهنا اضيره اللي يخدم، لان الاندماج متيري عبر الخدمه، وباش اللي يخدم وتقبل خدمه اي خدمه كانت خصها ديال دي ما يسمى الاندماج التعليمي ديال فريقين فورماسيون باش الواحد يخدم باش يدير انسان غاس كفاءه. دي كندا وخزان بويا اتصال دبلومات خزان غا الكفاءات غا في المهارات لا النرويج فيش المهارة نيش الكفاءة بدي تجي تعي تجي فورماسيون تم زيان ثم بعد يطاح يخدم واد المسارين وشقي جيش نتندين تخانة في لافال وسيغ دا موريال زفي موريال وللإشارة ان اغلب مغربيين تيرين ذي المنطقة الفرنكفونية سمحي يعني الفرنسية الفرنسية ما يميل انهم يعني سوا من فرنسيس ومن بعد كداس في موريال ما يمي موريال لان ثوت المطار المطار ديني ونشي مش سند دوما يعني كوريش ميديتاشن يجني تحغى ودوك الناس تحغى العائله الناس تحغى من سنت واحد النص ارغي تفيض عن النص ارغي بتخيض عن النص الى اخره يتغيب لك بعض الايام دي تهدات يعزو يا شويه الخدمات يعزو يا شويه وينات شتقى الفورماسيون كذا ما غادي تخيض عن النص يستقل من يتق ويتغيما حاول الزاد وهكذا الدور انه حتى ان دي موريال دي نيجن كارتي يجن الشارع يتسمى لو بوتي ماغريب يعني المغرب الصغير الصغير او المغارب الصغير يعني جزائري ماري مغربيين جزائري مغربيان يعني مغاربه جزائريان تونسيان مولا المغرب العربي يعني المغرب العربي وخاصه المغربيين دي الجزائريين يعني من دي اللي انه توين شيني تعجبنا انا حدي قهوه والقهوه دانيتيت للاشاره انه نهني واتسمو يتصل القهوه شنو ايطاليا ثاني غير فرنسيسان غير مغربيان اسبانيا مع الصراحه صن قهوه اللي وما ما ندير قهوه نمشي نتراغات تسمى نو صغاري يعني قهوه نسيت فسوس فسوس شنو تعجب شي تعجب انا قهوه معصه اذا السن ديني جن السوق قناة مشاني جون طالون يعني جون طالون يا من مؤسسين يعني كنديين مزورة يعني يوداني دي حاجة يعني مزورة غا كندا زي فرنسا يعني مش تسلم أن الدولة الكندية بنان سواء إيجرانزيا سواء إفرانسيسا نعم إفرانسيسا أغلبهم توات زي الطبقات مستضعفة محبوسة دي نفر يقودهم بعض الجنرالات وبعض الجنود الى غير ذلك ومن بينهم هذا جون طالويا مهم قندي السوق النادي اللي السوق نيت سواقا تعيش الحياه انسان وشين الميزه تصل حالتك في كندا. اها يعني من ايام اها تفضل ما راه خصنا انا مين يعني غيشت حاجي توقع كيشدينا في كيش زميله العمل نعم جزء وقت وشا ثنايا يعني حفيظ يعني تسمى شتواري خشيك تسمى انسان سكيز اكشواتي مغا سند المغرب سند اوروبا سند كندا نشقوا السنبو العالم يعني ما توفر برا لانه غاربو الثمانية يعني غاسنش تسمى من كندا يعني باش تحضر اوروبا يعني خصها ميزانيه تقرات باش تحضر تسمى مروان بالعائله كذا الى اخره يعني ميزانيه تنقرات. مي خصش تقترح خمس جنيه اقتراح من يعني مي غير تحضر غالي كارتي تحضر غالي باش تسقان غالي تيما مغربا المغرب الصغير تحضر تصوات ديني تحضر غالي المحلات ماني زنوزان مثلا عروض مغربيا ماني زوزان باش تسقان ما يهم الثقافه المغربيه اتقد صوا اتحض غا كارتي الشينوا اتحض غا دين تسنس ديروتين دين قديم شينوي انا كنت تقد صوا تقد صوا الثقافه الشينويه اتحض غا ماني جاني ايطاليا اتحض تاريا اتحض
ومن بعد شنو تسكدي تصاوي نسقي كيف العالم ميتوال بمعنى اخر واش كنضحش الناس بقى ما هو ما يتقول هذا زين مليون تقدر رحله داخليه ولكن تستثمر الثقافات الناس كلشي الاسواق كل دوله تحضاث وسن الناس ثقافه الناس الثقافه المغربيه اذا سوق خاص الشارع خاص المغرب الصغير يعني إذا نتا مغربيين إلى أي مدى يعني أنت حافظ خل الهوية نسن ثقافة نسن ذي الدوليين كندا المغربيين الحمد لله كنا تشبه سن أم عيشن مناس مغرب أغرار نتا يحملوا دارة يعني كسي الثقافة النس وعدتوا لا الثقافة النس لا الدين النس لا الأصل النس لا اللغة النس نعم ويديش الدولة أقلقين الدولة وهك خزابو جن بنتيجة الخزرات تنقص لأنك تمارس دينا معينا أو لأنك تتحدث بلغة معينة أو لأنك يعرض جن معرض معين وهك خزابو وبالتالي المغربي النغ حافظا خوين أنسن حافظا خلوغ أنسن حيريفين أيضا حافظا خدين أنسن حافظا ويناس ذاني تيجي الطرف الجمعيات المغربيا مسرقان في كل مثلا حفلات الدينية وشمارة حتى الحفلات الوطنية كعيد العاش المسيرة الخضراء إلى غير ذلك وعيد مزيان وعيد مقران عرمضان ديني إفطارات يعني تقريبا من دمغين عشرات الإفطارات تقنت من مغربيا تقن إفطار وينات تمهارة من جارسة يعني شكليا جميل جدا لغتم سرقان دي الباركيات تقن وينات شفقان تمونان تقصان جارسة إلى غير ذلك هذا على مستوى الثقافي على مستوى خدمات يعني ديني مراحل خص بنادم أن تحتارم باش يندمج اندماج فعلي في كندا أول شيء مش نستن أن المغربي النظ ذريفي النظ يدي تسن زبار كندا تسن تبارك الله عليهم غرين يعني الشواهد أول ملاحظة يعني أن تسن دغا كندا غرين مثقفين مثقفين بل حتى شواهد عليا ماسترات الدكتوراه إلى غير ذلك بعضهم تسند تلغات نجم تجربة مهنية تنقرا البعض الآخر تسند وتيت تسند باش تحسن يعني مستوى سن معيشي إنما باش البناء المستقبل يتعاون سن أفضل أقول أفضل هذا لا يعني أنه تسمى مثلا يتري إنسان كادر غات تدعم الناس غات الخدمة الناس مفتقر إلى غير ذلك لكن يفكر في أولاده ويفكر في مستقبل أولاده فمن ذي سقائق رسي الله ظهاجة يعني ما رأينا تسن تسن سجمونا سجن حمولة ثقافية يعني غنية جدا جن حمولة فكرية غنية جدا جن حمولة علمية غنية جدا لكن أقول لهم كلاما قبر غثيني ذوار قبر غثيني ذوار الفئة يدي وذنا غيدي تسن زماني النخبة ينقاني غرين كذا أنقيم ربداك ومثنغ الدودي عبد الحفيظ الأستاذ والباحث في مجال البيداغوجيا ومجال الهجرة والتعليم بسر بدا المنطقة ونزغنغان ونشين ربدا ميكروفون للإذاعة هذا البرنامج نوم مش تجيدة ونزوانا مانك وشمث ومينا شعا أقف نيشان كي وم زيار بات زي ستوديو زي ستوديو نيشان طح غا كندا ونشين نغرب داك الأستاذ نغ نبدا يعني النوعية نوذاني دي تسن من يجار ينغر غال الهجرة ممش توريد الهجرة غا كندا ممش توريد القوانين يتحكم ذي الهجرة غا كندا شان بنادم إذن غالبا ندوسين فئة مثقفة غرين وسند كمبران وسند ذي ثعزوث ذي البحث العلمي وسند غا كندا إذن وذين بوشن الجنيوس ربما يخسدي هاجر ولكن غالبا الهجرة منتقات زمارنيني غا كندا سيولا شوي تخل الهجرة ياد النوعية الهجرة ذو الشروط غاسغ الهجرة غا كندا نعم اللي جيش نعم مش تبني ذا وتشمثنا وهو ذي كندا وهو أنه تختاني ونمس بمعنى آخر أن ليس معايير معينة معايير نمي خذلنا أولا خلكفة
خويا بدا شويه السيستم يعني توادي نجي المعايير قبل ما مشتو غات ورخو ما مشت دور قدرت وخزان مثلا تخزان السن المستوى العلمي اللغات التجربه المهنيه وشمار رمانية غاس النقاط النص هذا شيء يعني عادي جدا يعني عزوني وداني تيري غري عزون ما أمكن أدير ذي مزيانا لأنه يعني مريك من المغار وبالتالي أن الدولة خصص يعني للشارج المنعية عزون يعني استفدن ومن بعد الوكشل هذا لا يعني أنه بنادم بوذا ديوي الوالدين الناس ما كان حتى مشكلة إلى غير ذلك عزون يجن إتري سوى اللغة لأن الإنسان مرغي يسوي اللغة صعيب بزاف باش يندمج وصعيب بزاف باش يخدم أزوني ودان إتيري يعني غاسن مهارات يعني غاسن تجربة مهنية ودي مهارات إنما تجربة مهنية يعني ديجا خدمة تقدر حاليا من أزون أزون كفاءات يعني مثلا على حساب من دسني القسم مرن إن ينقسم مثلا يودان متخصصين في الإعلامية من غير هذا حد عزون يودان إغادة الشواهد العلمية هذه الإعلامية يودان إغادة الكمبيتونس يعني الكفاءات نعم ذقنا دي الإعلاميات يودان إتيري غاسم تجربة للإعلاميات ضغطي سن معين باش ينتج شوية قبل غياز ذي راح ذي لاغوتخيت وهذا الاختلاف يوقع قبرت وذين الكوتا حاول نسنقص أسنقصن الكوتا ولكن حاليا هي محل نقاش لأنه مش تسلم أنه كندا ضيف ما هو فيدرالي وما هو يعني بروفانسيال محل دي بودا سنين يعني محل وبالتالي يعني الفيدرالي أنت تعزم ما أكبر ما يعني أكبر ممكن من المهاجرين ولكن على مستوى مقاطعة كيبيك بمعنى آخر من مقار هذا أنه بنان بوضع رحى المقاطعة النغني واسنبو المشكلة مقاطعة كيبيك لا تهزو يعني تنقص زي العدد ولكن لا المقاطعة المقاطعات كوريشتند القانون الناس كوريشتند النظام الناس كوريشتن تميز خط النغني كوريشت النظام الناس كوريشت القانون الناس ولكن تحت غطاء ما هو فيدرالي إذا الجهوية كل جهة تشتغل القانون النص النظام النص لاحتياجات غاس ولكن ملف الهجرة هو ملف مشترك ما بين ما هو فيدرالي ومحلي نعم هو محلي نعم هو إذن نعم حاليا والامور تتغير على حسب ايضا النخبه السياسيه التي تحكم يعني ذني نخبه يعني تنفتح كثيرا جدا الى المهاجرين ذني النخبه شوي محافظه يعني قارش على حسب من الزو ذني النخبه النغنيه عما ستوضو نجم قله قليله عما ستوضو الانتخابات غاس اراء يعني شوي وجب عنصرية لأنه وجب شنو فرنسا مثلا تستورخ مثلا حزب معين يتيري معروف لا ودبو بشكل آخر الشكلة إنما يتيري تسمى متحفظ جدا جدا لقانون الهجرة لقانون الهجرة مرسي ورخ شوية تمثيلية السياسية نمغربي النق أكيد المشاركات السياسية الانتخابات غانغ مغاربة تعيش ديني ويمكن هنا سهما في المسار لاختيار النوعية اللي هجرة يطلب كندا نعم مش مني غنو وجمعتنا شعاع وهي أمينة إخان غعيز سنطاس أشي حفظها ربي وأنه أنه ديني مراحل من كش يجندي زي المغرب مثلا يفدي ريكتا وسوق الشغل غا كشي لا شويت شويت أول شيء يخسر يندمج للمجتمع باش تندمج يخسر تفهم المداخل الدولة بمعنى آخر مدخل تعليمي مدخل سياسي مدخل اقتصادي المدخل الاجتماعي مدخل تعليمي اجتماعي سياسي واقتصادي مش باش مثال بسيط مثلا جاني المغرب ناخذ فرنسا عشان غانا الشيء اليمين اليسار نوجبوا الشكله نعم غادي نبغى
شنو اليمين اليسار بهذا المفهوم يعني التقليدي الفرنسي غير ذلك؟ لا اني شنو حوايج النغني اضافه بعد ذلك يعني ابي يخدم مي غيخدم فانيتيت ابي يحاول مي غيفهم على الياس دي لونجاجمون. لونجاجمون مين يعني؟ اما عبر يعني اللعبه السياسيه المباشره او غير المباشره. غير المباشره مثلا الجمعيات، ما هو اجتماعي، هذه طاح هذه طاح ورقه النص الى غير ذلك، ابي حتى يندمج لبعض الاحزاب او بعض الكتل السياسيه الى غير ذلك، ثم عاد يدخل في المرحله لونجاجمون في الانتخابات. باش انا نجاوب اخ السؤال حاليا وهو من ديني مين يوقع لي مغرضيا قبل ما يدوسين وسين يقارش مش لاجي اقتصادي، ليس بمفهوم يعني سلبي، مفهوم الايجابي مش وسيغدا معطى الخدمه وسيغدا الخدمه وسيغدا الجمع الثمانيات وسيغدا بنيغ المستقبل نتاع وينو الصغار ادخل من اديرين دي بيضون اديرين تاع اديرين تاع نش وادو سيغشا يعني تغاسي مفهوم سلبي للمشاركه السياسيه المباشره وغير المباشره. إذا نوانيتا يسد ويتهم المشاركة السياسية، يتهمت أذي خدم أذي التمنيات أذي تهلا أذي ثاع والنص المشاركة السياسية في قوش خاص ماشي توارى. نعم تنكت الفكرة، ولكن ما يمي لأنه يحمل فكرة سلبية نعم. معينة لأن بهم واحد النغط وارد مش ديك المشاركة السياسية ديال المغرب، حتى نتصور أنه ونتصور بوخ الديمقراطية نتصور يعني قد قاعد غاد الديمقراطية في طور الديمقراطية يعني هذا قانون في دور الديمقراطية. إذا وغاس نبو الثقة يعني وغاس نبو الثقة ديال الأحزاب السياسية وغاس نبو الثقة ديال الممارسة السياسية. تيرين شيموان قد وارد مش خزان غالي انتخابات، إذا يتزس الحم ولاية غا كندا. نعم يتزس الحم ولاية يا زوتي تطبق ومن بعد مين سيتوقع يتبناس يتبناس الشغل النغني صار ميس ميس قانونا توقع انتخابات بقينا دي دي مش قانون دي انتخابات دين الانتخابات البلدية دين الانتخابات الرئاسية دين الانتخابات سكولير وتخدص الخساوينة في الضرائب شك تخدص الضرائب تجي لي شنا اللي حكم لي ميش. إذا أنواع الانتخابات غاوم انتخابات تم دروس انتخابات الانتخابات البلديه الانتخابات الرئاسيه ما مش انتخابات التمدروس. انتخابات التمدروس يعني التيرين ما هو تما يخص الدراسه يعني تمثيليا الدراسه مثلا كل ما يخص مثلا التعليم الى غير ذلك المدرسه الى غير ذلك انتخابات مستيرين سن مستيرين سن غاص نتقن الضغط خل وزير التعليم وخل الحكومه وخل باش نبدل البرامج باش نحسن وضعيه التلميذ باش نحسن وضعيه الاستاذ باش ادير شروط تم دروس شروط يعني جميله جدا الى غير ذلك. رخو الناس مي تاويليني يتاف انه يودا مارة انتخب يتاف انه الناس يعني تحس شن حاجته وجبوت لي يقرا سي باباس نهار باباسي غيرها غير خيجا السياسه دانيتي. اها. لان ما يمي لان مروات لبين الرغبه من غيك خلي مرشح نتم دروس منها اسيرها غير خاصي دارها. فاذا خيجا السياسه ومن بعد يفهم انه الحق ايا كان وفي اي دوله كان مروات التويز مروات بدل خيبان النش واتي في الشام يتخسرش. إذا يعني العلاقة نهارا الأستاذ النغسي عبد الحفيظ ربدق ذاكي نغزي كندا وربدق نغنس السور خل الهجرة ونوعية الهجرة المطلوبة ذا القانون يتحكى من ذي الهجرة غا كندا والحثوذات طبعا ربداني مغربي نغذي كندا ونشين بدغة ما هو تعليمي ما هو سياسي ما هو اجتماعي ما هو اقتصادي. إذا التعليم نهارا يبتا وخيت قديك السياسه قيت السياسه قيت يخضر الاستاذ ايت يخضر البرامج التعليميه يتعارض بعض البرامج الغير المناسبه اذا يذفغ السياسه نبرا ما يشاء نبرا ما يشاء. اضافه الى ذلك ولكن برمي فاقني مغربيين عبر التاريخ لان خدمت السن انه نشي الحمد لله يعني
نش متفائل جدا بحضور مغربينا غادي يرفينا غادي كندا، يعني متفائل جدا. لماذا؟ لان نش ينض قشلو سد يرفين. نعم يودان قوسين تصقمي جاليه المغربين شي قنا الزوار فين عاد نبدا، يعني وغانا تقريبا خو 20 سنه فقط ونيو بغى القبه البلمان، يعني شنو حاجه جميل. مين يوقع لو تماثنا باش انا نوضعوا الكونتكست من التاريخ، مين يوقع يشنفيز يعني تركز الطاس ما هو يعني الهويه تركز خاصه الطاس وشمارات يوقع لي انزلاقات انزلاقات من كيف تصوفوا القانون الحجاب، يعني ممنوع في فرنسا الى ممنوع امغاف اتكفوناره في يعني اذا كان اثناء العمل ذي الخدمات ذي نعم ذي المدرسه ذي يعني كلشي الوظيفه العموميه. نعم مثلا الضيف فيرميرو الاستاذ الى غير ذلك ما يمي لان غاف لوتوريتي وبالتالي بو دافي افضع. يعني مين كاين المغربيين جميع الجاليات كان كيز فين انه لان الجاليات من يخدم الطاس خدم الطاس كوم ديزيديكاتور يعني طاطاني حمجاني مزيانه مين خدم القطاع الصحي يعني فيرميرو الى غير ذلك مين خدم قلنا الخبزان دي التعليم الى غير ذلك. انا غينا انسبد اسميني كسف فونارا القانون وبالتالي مين كان كان في من الناس اللي ما يمكنش نعم يمكنش بطبيعه الحال يعني زي يتد في اطار الحريه الشخصيه بنادم و... والحق الناس من نعم غياض لأنه... من ويطاط نعم نعم لان ما يمي لان كندا تبناخ الحريه الشخصيه يا تبناخ الكفاءه وهذا يروح بور حامس يا بوض من وفي يا بوض الى غير ذلك تقيدنا نعم شي بنايه ولا من يغير خدمته شو ما تقيد تقيد تز انا من برافو وتقيد من عمان مغنية من احسن تقيد مجهود اكبر باش تقيد من المطالبه فقط اما من ياض ومن وياضي دونك من كان الكنديين واش نعجبو حتى يعني واش نعجبو بوحال حتى ان الحزب واكبو يطاس يهود نعم اذا كان كان ان الناس يخدم مكا انشين انا اجن الضغط انشين عن غيري اللوبي اللوبي مفهوم الضغطي لكندا ومشروع يعني اي انسان ديمون في اطار قانوني انش شنو انشين ديمغرابيا اندافع حقوقه المغربيه يعني بشكل هكذا يعني علني مباشر الى غير ذلك من حق اي انسان القلوبي هذه الضغط هذه دافع الحقوق كان بدا كان طوري خمس سن يبدا يعني الى درجه ان بعد ذلك وفن دي الانتخابات بعض المغربيين والحمد لله يعني ظل بالضمان يعني ما هو بلدي ديني يعني امغرضي يتمثلنا وذي ما هو ذي البلديه ديني مغربية يعني اللي مغربيين تمثلنا وديني بما هو يعني التعليمي التاسيسي مغربيين. اذا التمثيليات التمثيليات الحمد لله مغربيين راقين في في الانضمار لقطار المسؤوليه والقرارات واتخاذ القرارات يعني تق الدوله تار نربار سنن القوانين تصوت نخ القوانين يغيرين والقوانين نربدا تيري مسايره طبعا لما هو ديمقراطي ومسايرة كذلك طبعا النخبة المثقفة المغربية المسلمة إجان ذي كندا نهارا ما ثي ورا باللعن نيغ ثي ورا عاد النازما وعاد ذي ما يسمى بالهجرة المنتقات والمختارة اتخذان يعني وجي نهارا الخارج مارا اتخذار ونشين سوارخ كندا يعني نوعيا القانون يتحكم ذي الهجرة كندا من خلال الطلبه من خلال المثقفين النوعيه للهجره من ماركان الهجره تحتاج اماره في كندا. يعني الهجره ذي انواع الهجره ذي الهجره ما يسمى يعني ريزيدون بيرمانون يعني بنادم باش ياس يخدم وبالتالي تشنف رشوة من الخدمه ما بعد ثلاث سنوات يعني غادي يطالب غادي يحق غادي يطالب بالجنسيه ويكسي الجنسيه الناس. نوع الخدمه مي تسي ورد خل الخدمه. خل خدمت نعم. يعني تازد دا خدام من نوع الخدايم يمكن ذا يخدم داني تيك على حسب الكفاءة غير فهمت مثلا انسان تيلي متخصص مثلا دي قطاع الصحي يتعمى يعني الملف على اساس انه متخصص للقطاع الصحي وانه يعزو هذا يخدم ذي القطاع الصحي وبالتالي يعني الدوسة وسط تاوي شوية من الوقت
يعني خصها شويه من الصبا، ولكن يعني ربما يعني خواني جائحه كورونا ربما الامور هذا اكسيليرانت. نتمنى ان شاء الله يعفى ربي الانسانيه جمعاء يعني الوباء ان شاء الله يا رب العالمين. ديني ما هو يعني للطلبه، للطلبه يتزيقا غاواني غيكمل تقريبا عام طوري من حقه اللي طالب رشوه غض باش اللي يخدم، وبالتالي يدكور يعني تلغى جميع الحقوق، يدكور انقراض ريزيدون بيرمانون، يتلغى رشوه غض اخي عاود بعد يعني ثلاث سنوات، حتى ان السنوات اللي حسبت بطريقه او باخرى بتوضا محضه هذه طالب الجنسيه الناس يتلغى جميع عاود الحقوق الناس. فاق جا ريزيدون بيرمانون للجنسيه، وان الجنسيه راك حق التصويت والانتخابات يعني تقدم تاع الشريخ في النش دي قانون شوف قان ريزيدون بيرمانون لا غاك جميع الحقوق الا حق التصويت واكي الدشاء وهذا الفاق فقط. اذا مرمي تيري غاس الحق غال الريزيدون بيرمانون يعني باش هذه صوت باش مرمي حما يكمل ثلاث سنين مي غيكمل ثلاث سنين هذه تفعيل جنسيه غاس واش الجنسيه تيري غاس الحق حما ثمكشاس واحد ما ثمكشاس يعني على ثلاث سنين غاس الحق هذه طالب الجنسيه على ثلاث سنين على ثلاث سنين اها وتسمى مي غتدفع الدوسي يعني قدرت وتعطانا شويه الجنسيه خويا تاكسيليران شويه يعني انه عرف بعد خمس سنين يعني تيري انسان تيري وهذا مساله عاديه لان اي دوله دوله اي مجتمع مجتمع مي غتحدى نوجي وما تفهمت الا بعد وقت يعني خمس سنوات باش تفهم الجسم عميق باش تيري غاك تسمى الصوت النشط ديالهم الصوت يعني القرار السيني في التاتيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقارش من عشر قوم اكثر من يعني من 40 يوما صار منهم خو نستوغر ودي 12 يعني كيف تعيش نعم يعني بالتالي نعم. دينيش المده الزمنيه يعني على مستوى المقصد دينيش المده الزمنيه باش تيري زعما تيري جزء ميس كندا منهم يعني ترون نهار ترون فرحه نهار فرحني نعم. الاستاذ الناصي عبد الحفيظ مرة نقيم شويه غا الطلبه نوعيه التخصصات نوعيه الميزانيات تاعنو خاصه غا مجموعه يعني مغربيين تازن تكمل تغوري الاقبال خا النوع من نوع الشعاب غا طرح نسوى الطلبه النا قبل ما نجاوب غا وتمينو امينه مرة خصك خوينا فهم غا بعجاله عن تفضل. النظام التعليمي لكندا، النظام التعليمي لكندا يختلف عن النظام المغربي يختلف عن النظام الفرنسي وهذا هو الاختلاف انه غاس ما هو يعني تعليم قرص الشين الاساسي او الابتدائي ومن بعد من غاس في المغرب اللي غتكمل الثانويه تحت غا الجامعه ذا لا غتحبوها الجامعه تحت غا المعهد ذا الصغار غنش المعهد اللي قام ديني ثلاث سنين ومن بعد عاد طحن الجامعه. ما مش يعني كسي بكالوريا الناس يطاح المعهد يقادر سنين. نعم. ما نوع تغوري تقبل في التريان ثلاث سنين. اها. نعم. يكسي البكالوريا عاد دي غادي دي المعهد ثلاث سنين. يكسي سيزياماني دي الحقيقه مالا نحسب راني نحسب تسمى شنو سيزياماني يعني مالا نحسب عدد السنوات. يعني يقع الابتدائي ديس سنين يقع الاعدادي ديس ثلاث سنين ثانوي يقع ديس اثنين عامين نعم ومارا من هي ديس من السيكتور تما يقسم اما الابتدائي والثانوي الاعدادي الثانوي يودف ومن بعد غا سيزياماني تاع يقع ثلاث سنين ديال المعهد اللي عادي تا في الجامعه ما يمكن منايا ما يمكن منايا الاستاذ الناصي عبد الحفيظ لان غالبا المغاربه ديال التاسن غاس بكالوريا يتفكر يتخضعش الشعبة يتزدي تسجل والأثمنة غالية جدا الدراسة في كندا يعني لم يقع هذا غا سنين سنين ولا ما نخسرش يعزو دي راح بعيد مثلا ديري مهندس ديري الدكتوراه وغاس لأن يغرى يعني غاس ثمانية ويغرى يطاس يعني عدد ما ضمقا الإنسان ما غاس الإمكانيات وذا دي راح يكون ولكن ما راه يعزو هذيك سير شواغ الناس أضيغا شوية يصير شغل الناس ومن بعد يدور أضيغا
سمي بدي غصات واني محضان غدي القران الخافي. أها. ومن بعد تفي خدم يقها، خدم يقها، يعني ساع من غير قضي راح غا لي فورماسيون. تينا فورماسيون دي كورت فورماسيون، عادي لي دي فورماسيون تيري غا تقنية مثلا، تم مزيانين. تقنية. المهم باش نجاوب السؤال وهو ان لي 6 سنين وبالتالي غا في الاختيار اما دياس غا قناة المعهد قناة السجن لي يخدم غنش، مي غادي راح غا الجامعة. الجامعة مريا زون ان كورت فورماسيون ليس عام قناة سيرتيفيكا. اها. إلي وناس في المعهد ليس حتى هما لي زاتيستاسيون يعني زي سيرتيفيكا يعني فورماسيون تكدايز تقريبا 6 شهور 9 شهور يعني. يعني ومن بعد تحت خدمة ملي غنخدم غادي يحسن وضعية الناس إلى غير إلى غير ذلك غادي يخدم غادي يجمع الثمانيات إلى غادي يستقر أتا في قا يخدم. الثقافة الحالية الآن أن ثغوري وغاصبو حد النفس وغاصبو السن. إذا ثغوري في كندا مفتوحة دائما مرمي مش عارف ما غاصب لهم غا العمر نص طلبة مثلا من أي عمر غاش ذي المعهدة ماني الصغار إذا سي عبد الحفيظ النق صغاري زي 17 سنة حتى 50 سنة إذا على حال لا غوتخيت ونتيرين عاد عاد قان يعني تيرين نعم إذا سبحان الله يعني العلم مفتوح دائما ذي الدولة يعني كندا عجيب بالنسبة للأستاذ نغ بالنسبة يجني خصا يكون يخف الناس هذيك شان الدبلوم ونشين منو عن الشعاب يتيري غاسن الإقبال ني مغربيين غا كندا وتسجلن دايسن ديني جميع الشعاب دي الحقيقة كندا مفتوحة موجودين ولكن ماني جانا الطاس ديني جن جامعة قناة بوليتكنيك ني غيشتن قناة سويستي يعني تقنية دوك تفوندي المهندسين لجميع القطاعات دي بيوميديكال دي الاعلاميات دي الالكترونيك دي الفيزياء دي الكيمياء الى غير ذلك يعني جميع يعني التخصصات بنان يازو ولكن قبل انسان اللي خذا التخصص من احسن اللي خذا سوق الشغل دي الحقيقه ان اي انسان نلقى اي انسان وتبقى 100% ولكن قال 99.99% انه ميت كمار ظهور الناس اللي طاح يخدم يعني قله قليله وواتيف بور خدمه مي واتيف بور خدمه في تيري غاس مشاكل نغني غاس مشكل التواصل تقلنا كي سنو تخوزيو تيري وقت تاع بودي وصل فكره الناس الى غير ذلك هذه بعد ما هو يعني تسمى هو اللي سوي يتصل الخدمه يعني ما هو اللي سوي يتصل الخدمه شنو تلقى التخصصات التاريخ الى غير ذلك يعني تخصصات يعني اكاديميه القارات التقليديه الى غير ذلك اما التخصصات العلميه كيمياء الالكترونيك الفيزياء الى غير ذلك الاعلاميات الى غير ذلك يعني خدما وقطاع الصحه خدما الطاس يعني بشكل يعني الانسانيه الزوديريه مثلا ديني بعض الجاليات المغنيه كانت ذكيه في اختياراتها هزو شوية الاستقلالية مين تك ما هو ليبرالي ما هو ليبرالي مين على يتك الدونتيست بعد يتاح يخدم يخنس وتلقى حد من ميخس يغاس مجموعة وناس يتحترمين فقط فارماسيان مثلا لوفتالمون في الطاوين يعني وتبوي يضرب انما وين اوبتيكا وين مجان يعني باش هذيك لي زاباغين مجان فينا مار خدايما ضيف طغوري 5 سنين ومن بعد تاع خدمة ما يخفنش يعني وإذا من تلقى نخدم من أكثر كمارك الجاليات ولكن خاصة الجالية العربية سينا دي وناس مثلا سيخطوا يعني بعض الجاليات يعني انتبهت إلى غير إلى ذلك لذلك نستاف أنت مثلا تاع فارماسي أنت فطاس الأسماء العربية تاع لي دونتيس أنت فطاس الأسماء العربية لماذا؟ لأن انتبهت إلى هذا الطريق وهو طريق يعني ليبرالي تكون مستقل وعاد الشيف وعاد مش يجي يحكم خاك إيه الى غير ذلك حتى المداخل نس تيرين مداخل ربما ثعرة نعم يعني على مستوى الثمانيات يعني تبارك الله يعني الحمد لله يعني نعم المداخل تمقراني نطاس نعم إذا الأستاذ النغسي عبد الحفيظ الدودير بدا قنغكيش وشك متخصص في مجال الهجرة والتعليم
الطلبه النغي اذا غي تسران نهارا وكسين بكالوريا ديال المغرب، من نصيحه هذا سن غتقدم الاستاذ النغ وبالخصوص نهارا على حسب النظره اذا خشي دخ كندا، يعني الارتباط التكوين بسوق الشغل، يعني يتقيجن الشعبة خمي يتفغ يسنيخ في الناس إلا ذايس يخدم إلا ذايس راح بعيد مثلا. ذني تن نصيحة إذا سنغتاني ذي محضانا النغي ذا نغي تسران وتكسين البكالوريا وعزون ماني غرحن ماني غغان، وأكيد ديني إقبال نسن المغرب النغاس إقبال دي العالم، ولكن بالخصوص غا كندا تسنيجن العدد سجلا وقان دي كندا. نعم القرصني اسمه نغ الطلبة بالمغرب القرصن مرحبا بكم. على حسب إمكانيات غاوم يعني مراغم إمكانيات تاعهم بعيد، يفضل أنه تعزو دي جوجل تعريض نسبة قطاعات سوق الشغل في كيبيك مثلا أو مارسة ونتاكزان زجت دي المقاطعات الإنجليزية تريد دي كندا تكمل وشي تشي النسبة يعرش مثلا دي 2020 99% المهندسين يخدم دي ونفس مثلا 97% الاساتذه يخدم شيخ زاد الشيخ ذا الشعبه اللي جدغي سن على حسب شك تخصص النشيط وغاك بالميول النش من تخصص اضافه غزان نسبه يتجمن جن نسبه طعم قرن تطف سيدنير بسم الله وسيد عبد ان شاء الله دي عزم الثيور إذن ميزة نقاوة هو أنه من أحسن واد فيزا بوش نحش 7 سنين 8 سنين فيزا شن حش طم زيان طم بعد هذا حد يخدم دقة، لأن مرة خدم الدقة من شي توقع تكون ديجن شخصية علمية تكون ديجن شخصية مهنية، يعني ما يخفقات سنة ما يخفقات لأن الخدمة دايس وبالتالي ترتقي يعني أشاك فوا يعني كسير الدبلوم يعني مش ذي الثمن ذي الخراص يعني من أيام خسنا ذي النصيحة ثانية مهمة وترحبوني شان غا 7 سنين 8 سنين تغوري الوالدين نستنا غناكيس يتعطارة والمطالب والمصارف نتغوري ذي كندا مصاريف ثعرة إذن يبتسج الدبلوم دا مزيان ويتاحي تعني لأن الفرص دائما تعظم ثورة الناس الطلبة العلم الباحثين. نعم وحتى حتى من دغيات يعني مرحبا بها موريال، ولكن مرا هذه خاصها حتى في المدن البعيده لان ما يمي موريال يغرق ديس الشراء الشراء يغرق المعيشه تغرق. نعم يعني المدن تي مزيانين بجد لا انت مزيانين بجد يعني تي شراء يخطط مثلا 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 دكتور مثلا استاذ سي عبد الحفيظ أبي بعد غاخ موريال سيوشي مثلا يجي 200 500 500 كيلومتر جميع المدن اللي برا لازم ثورة والمعيشة تاخص السكن السكن ياخص شويت. نعم أما إني أحسن الطاس مثلا لينيفرسيتي دو شيكوتومي تما يعني أرخى أرخى يطاس حتى أنه بنادم بشرية في الخدمة تيري أسهل يعني لأن المهاجرين تيرين ذو قرير. ولكن بنا من تيري سوسيال تعجيب بس يعيش مش اني غاتجينا المثال اني وكشي غاتجينا وكشي غير كندا شتني اني غاتسوينا ان دولة كندا هي ارض الهجرة يعني ذي دولة كندا ذي ثقافات متعددة ذي دول متعددة يعني مرات وش يكفيك 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 تحت اسواق تفارجة تخزاد جميع الثقافات والجنسيات ان كل دوله زيد دول قاين ديني دي كندا. نعم ستعيش ثقافتك في كندا وتماك يعني واجبو سير امير يمي لان القانون ربما يبدل كطالب ولا تويز الوالدين هاك الحق اسم تقد يعني تويز الوالدين من الشروط من شروط كطالب بودا ذيوي الوالدين من الشروط المطلوبه باش هذيك الالتحاق تجمع فاميليا الناس بس دي مس مثلا مع الاسف واربوش المعلومات دقيقه بشكل يعني عام عام يعني انه الطالب من حقه الدياوية مثلا العائله الناس كيف عايشين الى غير ذلك مرة القانون ويبدل لان القوانين تبدل ما يمشي مثلا لانه باش يعني من الرق داني تيتي مغربيين موجود السوق موجود النعناع موجود الخضار موجود الشيبه موجود سي عبد الحفيظ السوق السوق مزغنغانه قديني
قبتين لي من الوالد نشري ويديري في ينا قندا وبنا ما دي حنف سيدة عبدين سيدة عبدين ريقاري دعاري زد زد زي هنس هذي عيشي في وذان يدري يتماس يعني هذي خدم الدولة دي تعيشة هذي عاوني يتماس يتجن ذي هموح النص يعني دمنا يتواري يعني مدام أنه إذن ديني دائما دعم زي طبعا يوذاني مزداغ كندا ذي مغربيا بالخصوص ووارن خيري فينا وارن خي مغربيا ذيني يجن المجموعة يعني الخدمات تقدم انثان ديني يجن الدعم ثومة انثان يعني جين شاشن جين جارسن يجن تويزا جارسن حما بنادمي بتخيض على النص يعني تف فاميليا تف الاخوان تف اول انت مازيخت مار تعاونا تبدنا كيس المجتمع المدني ما ننسي ورخص ذقيارة بالخصوص ان الفئة الطلبة ذي مهاجنة ونشي نسندي الدورة الفترية الكورونا يعني كندا انت تقدم مجموعة الخدمات بالخصوص المجتمع المدني اي مغربيا ونتحية السنة وشمثنا فتحة فتحة العائلة والدارية ولكن الأخت فتحة الفاعلة الجمعوية جسن الحسمة خل خدمات النس تم قرانين دعم النس مجموعة الفئات مجموعة إنيوذان مجموعة العالقين دي كندا. نعم مثلا المجتمع المدني يعني مجتمع حيوي ونتحية وتمثل فتحة أبو عمر يعني فتحة أبو عمر يجسن الحسيمان تحيات السنيتا ونتحيات خمارة من تقتيز ماري تق ونشسك خطها سيدة عالقة تروح غسرت الدات طوموبيل الناس بدك يستعاونيت دعميت ماليا ونفسيا إذا تحية الأخت النغ طبعا خل المبادرة وزريغ مجموعة المبادرات تقيثن يعني جنت مغارث قمشان نس تحيخت السنية الأخت فتحة البوع مرياك. نعم وتما الحمد لله كي تما ذي المياطاس انت مغارين دي المستوى الفتحة الله يحفظهم الفتحة إن بنادم يجن حاشف أنه ميد غيت الصهوار ميد نخسري النام رفق عقب يعني ويترجبوا يعني المجتمع المدني خذ يعزو إلا ما انت يغيعزون في المجتمع المدني نعم انت يغيث قاقب انت وورا يخدمني يعني أذيف بعض يعني كان يفسن يعني رحب باش أتعاونا وإذا نتيت أنه المجتمع يعني كندي بناء ما هو يعني اجتماعي بمعنى ذلك مؤسسات الدولة تعاون تدعم المجتمع يعني على مستوى الاندماج على مستوى المساعدات مثلا حاليا مثلا شنو الخوف الانسان مثلا دنيا مساعدات على مستوى يعني يودن تما واجب الخدمات الى غير ذلك كونستور والمجتمع يعني المساعدات الرسميه الان حاليا رسميه كما هو معروف انه يجني يسد الخدمات باش الناس 2000 دولار يعني 2000 دولار يشهر يعني تقارى 2 مليون يشهر باش الناس على اساس انه يعني كتعويض من يوقع على حساب جائحه كورونا ولكن يوم يجني تري يخدم سبنتنس يجمع الواحد يخدم سبنتنس يعني دي المساعدات يعني تشنف دي ماسك بطر تشنف الماكلة لي بطر يعني بودا دي المساعدات ربما مادية إلى غير ذلك دي شسقة نتعاونت النغار شراء إلى غير ذلك إلى غير ذلك الحمد لله مجتمع يبناخ خدم عوان تختويزة تشيغة شوارا نقار سي عبد الحفيظ النغ ربدا الأستاذ والباحث سي عبد الحفيظ الدودي في مجال البيداغوجيا وفي مجال الهجرة والتعليم إذا نصيغ ثيفاوين خمجموعة نتنقذين غاس نترهمت أك كندا وضعية كندا ثم المهاجرين غانغ ونوعية الهجرة ثم قانون الهجرة بالخصوص نركز التسخ الطلبة تفضل ثومة النق تجاجو غارب السلامي فاميليينو إمدوكارينو الأساتذينو إصغان نقارس نقوى نون سوشا الفضل بعد الله عز وجل ضمقران والنظام غصان حاف والنظام يجين ركتاب والنظام يسبدن ستيلو الكفوس نقارس كنيو وقت كنيو ذقور نقارس يثمث نغيريفيا يمحران نغيريفيا دي الريف في جميع المدن المغربية نقارس المغربية النغ من طنجة إلى القويرة نقارس الإنسان الذي فعال الإنسان الذي يعني أوبتيميست
يعني تريديش الأمل متفائل وأنه اليازو غد أفضل بشتى الوسائل ويت بديشة ولين بوشن الحدود ما غير غانغ الإرادة أنا وض أنا ومين غشت حاجيت وين تم زياد دقونا ديار فين لا ديار فين 1998 ونشارة دي هدى 50 ريفيين وشن نغاسم هذا السنتين ديش نعيشين سنة أني ري غانا وشد ذا تقغمش وش ساعي السور أنا مسرقة دي فرنسا أنا مهارد أن سور قهوة ينسكميش سر قهوة خودي وش داعت نسودي لي وفعلا دي خمس سنين عبعين يودان نمسرقة دي فرنسا كوريش غاس يمشن نس مهندسين أساتذة فاعلون كتاب باحثون والحمد لله الحمد لله أبي عجا عسيري الإرادة أبيوض تحييخ شك سوطاس الأستاذ النخل وقتي تكشيدي البرنامج الأستاذ عبد الحفيظ الدودي إيجان باحث في مجال البيداغوجيا وكاتب متخصص في مجال الهجرة والتعليم زي كندا تغثاكينا تحييخ شكرا نش وتقذيخ شكر وقتي تكشيدي البرنامج عافاك صحي تثقذاش أشنياش وتمني غي صورة في غزة في مري مغربي النغ بالخصوص إريفي النغ إيجان ذي كندا ومني ما جان دي ثوذات ذي ثمورة دونشت عافاك صحي سي عبد الحفيظ النغ تقذيخ شك سوطس وطس خل وقتي تكشيدي البرنامج الشكر ضم قراني شامد الطاقم يجان الصاهر والجنود الخفاء كيما يخدم يستوضن اور النغ المتواضع يريفي النغ ونتمنى ان شاء الله المجهودين كفريق رغم اننا ربما يجن ويسيل النغنية نستوض ثبرة النخاء نستوض ثبرة الامل نستوض المستقبل الافضل عافاك صحيت تقضي غايت ما دي سماعي الزن وتمثنا أميمة تكنيكونا غيتو غاكينا غدوك سجل من البرنامج زاتي الميكروفون وتمثو من الشعاء أرسي من ديوسين مارن الدار قيجو مرقين نغنين البرنامج نوم نغو سدين وم مش تجيذا ونزوانا من نغم غاربة العالم